مالي أراك مهموما يا خال، ونحن قد فرحنا بقدومك إلينا. إنما أفكر بمكة وقريش من بعدي. ما لهما مكة وقريش ونحن قريبا نصل إليهما؟ يا لهلاك قريش إذا. والله لأن بغتها رسول الله في بلادها ودخلها عنوها سيكون هلاكا لقريش مدى الحياة. أتخشى على قريش ونحن أنفسنا قريش؟ هناك من هو غير قريش، قبائل شتى، وربما هناك ثارات قديمة. معك حق فيما تقول، وإن الأمر لمخيف والله. فماذا ترى؟ أرى أن تستأذن لي رسول الله فأخرج على دابته، لعلي أرى أحدا يدخل مكة فيخبرهم عن وجودهم. ماذا تقول يا خال؟ أتريدهم أن يباغتونا؟ لا يا ابن أختي، لا، لم يعد في قريش قوة لمباغتة ولا همة للقتال. إنما أريدهم أن يذهبوا إليه فيستأمنوه على حياتهم. إن كان هذا ما تقول فنعم الرأي والله، سأستأذن لك رسول الله. أنا بانتظارك. من العباس، ماذا تفعل هنا؟ قد أرعبتنا الأخبار فجئت أستطلع الأمر. بل قلت تجسس؟ طبع قديم، وما أحسبك تستطيع التخلص منه يا صخر. ماذا تقول أنت عن نفسك؟ غادرتنا وفررت؟ أتريدني أن أهلك كما ستهلك أنت وقريش؟ نهلك يا ابن العم؟ لما لا؟ وعشرة آلاف مقاتل سينقضون عليكم الغدات. إنه جيش كبير وهو يكبر كل يوم. القبائل ما فتئت تنضم إلى رسول الله، فأين تراكم تذهبون؟ والله والله لا منجاة لكم. فشر علي. تمضي معي وتركب على دابة رسول الله فأستأمن لك، فوالله والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. أنت صاحب المشورة، فامضي معي إذا. أمضي معك. هيا عودوا إلى مكة. خذ هذا. أهلا بك يا أبا الفضل. أهلا بك. قل لرسول الله إني قد عدت له بأبي سفيان. يقول رسول الله: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ بلى، لو كان مع الله غيره لكان أغنى عني شيئا. ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه رسول الله
رسول الله. أما هذه ففي النفس منها شك. اعلم ماذا ستكون عاقبة عنادك. ويحك يا أبا سفيان، ويحك، فاشهد بأنه الحق، اشهد قبل أن تضرب عنقك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا تنجو يا صخر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يقول رسول الله: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى تمر به جند الله. أمر رسول الله. تعلم أنه يحب الفخر، فقل لرسول الله أن يجعل له شيئا في قومه. يقول رسول الله: من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هكذا تحفظ ماء وجهي يا رسول الله. من يمتطي دبة رسول الله؟ هذا نحن يا خالد. العباس، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعي ابن عمنا أبو سفيان، وقد أسلم. صخر، أحقا أسلمت يا صخر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هنيئاً لنا بإسلامك. اليوم ينتصر بك الإسلام يا صخر. هو منتصر بإذن الله. لو أطعتموني مذ قلت لكم اسمعوني واتبعوني. ظننت أنني ند لمحمد، لكني أخطأت تقديري. كنت أبعد نظراً منا يا خالد. لا بأس، لا بأس. على كل حال، أن يصل متأخراً خير من ألا يصل أبداً. هيا بنا يا أبا سفيان. إلى أين تذهبان؟ ابقيا وامكثا معي. بل لابد من الذهاب. معي مهمة من رسول الله، ولابد من إنجازها. هيا يا أبا سفيان. يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. قد أرسلناك تستطلع جيش محمد.
فرجعت داعية لمحمد؟ إني قد جئت إليكم بالأمان، من دخل داري فهو آمن. وما تغني دارك يا صخر؟ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن. يا معشر قريش أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. يا معشر قريش، يا لغالب يا لغالب، اقتلوا هذا الشيخ الأحمق، اقتلوه. ويحك، ماذا تفعلين؟ قبحت من عالية القوم. أقسم لئن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك. هيا إلى بيتك، هيا. مجنونة. يا معشر قريش، هيا أسلموا تسلموا، هيا. لكم رسول الله، ندخل مكة بأربعة أرتال. رتل من أوذاخر في الغرب، ويكون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. بأمر رسول الله. ورتل من كدي في الشرق، ويكون بقيادة الزبير بن العوام. السبع والطاعة لرسول الله. ورتل ثالث بقيادة سعد بن عبادة من الجنوب. أما الرتل الرابع فيأتي من الليط والخندمة في الشمال بقيادة خالد بن الوليد. السمع والطاعة لرسول الله. لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم، ولا تذبحوا جرحى، ولا تقتلوا أسرى، ولا تطاردوا هاربين. فانطلقوا على بركة الله يا أنصار الله. السمع والطاعة لرسول الله. Thank you.
السلام عليكم يا خالد. وعليكم السلام يا عثمان. لا تقلق يا خالد، لن يعكر صفو دخولنا شيء. هذا ما أمله أنا أيضا. قلت اطمئن ولا تخف. لكن رسول الله غير مطمئن، لذلك أرسلت المقداد كي يتحرى الوطن. توكلنا على الله ونعم الاتكال. هيا. سيكون كمينا خفيا، فلا يروننا إلا وقد انقضضنا عليهم وأبدناهم. هو وعد يا عكرمة، سنبيدهم عن بكرة أبيهم. صفوان أنت على الميمنة، وأنت يا سهيل سوف تكون على الميسرة، وأنا في القلب. قسما لنردنك على أعقابك يا محمد. إذن لننتشر. هيا هيا. عدد كبير من الفرسان يكملون هناك عند أطراف مكة ويريدون القتال. إنهم ينصبون كمينا. يا أنصار الإسلام التفوا حولهم ولا تنسوا تعليمات رسول الله، لا يقتل أسير ولا يذبح جريح ولا يطارد هارب. هيا. يا لرب الكعبة، كيف أحاط بنا؟ إنه خالد، انظر إلي. يا أهل مكة، إنا شئناكم ولا نرغب في قتالكم، فأسلموا تسلموا، لا نريق دماءنا ولا نريق دماءكم. بل ارجعوا أنتم تسلموا. أنت تعلم يا عكرمة أني لم آتي لكي أرجع، فأطعني وأعلن إسلامك كي لا نريق الدماء. بل نحن من سيريق دماءكم يا خالد، ولن نعود إلا ورأس محمد على رماحنا وأصحابه جميعا خدم لنا. ما أنت يا صفوان إلا أحمق كعكرمة، ولكن أنت يا سهيل أنت رجل عاقل يا أبا يزيد، فاتق الله واحفظ دماء الناس، وليكن الإسلام بيننا وبينكم. لا لا وربي كعبة، ما بيننا وبينكم إلا القتال. إذن على الباغي تدور الدوائر، وهو نزال بيننا وبينكم. الله أكبر. هيا يا رجال.
تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. لله درك يا حسان، لكأنك ترى ما في الغيب. والآن أيتها العزة، ما بك؟ تحملين السيف ولا تقاتلين؟ هيا دافعي عن نفسك، أثبتي أنك ذات حول وقوة. هيا الله أكبر وحده لا شريك له. بماذا أمرك رسول الله؟ أمرني رسول الله بالأذان. لا راد لأمر رسول الله، نفذ ما أمرت به. هيا هيا. أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة أنصار الله. يقول لكم رسول الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل دم أو مأثرة أو مال فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحج. يقول رسول الله يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. يا معشر قريش يقول لكم رسول الله اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول رسول الله حطموا الأصنام. حطموا الأصنام. حطموا الأصنام. هيا حطموا الأصنام. حطموا الأصنام بأمر رسول الله. حطموها. هذا هبل يا رسول الله. الله
أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! خالد! خالد! أم سليمان! هشام! كيف حالك يا عمارة؟ خالد! خالد! وأنت يا هيا إلى الداخل. ماذا حدث؟ الأهوال ما حدث يا امرأة، الأهوال. أية أهوال؟ قد أردنا أن نفاجئهم ففاجأنا خالد بانقضاضه علينا كالصاعقة، فوليتم الأدبار. وماذا نفعل؟ كان الفرسان يتساقطون بين يديه كأوراق الشجر. وليتم الأدبار إذن، وخاصة أنت الذي كنت تقول لي لأتينك بواحد من أصحاب محمد خادما عند قدميك. أين الخادم؟ أين الخادم؟ أنا لا أرى سواك هنا. حسنا، اقبع في الجحور كالنساء. أم حكيم، هيا بسرعة خبريني ماذا حدث في مكة؟ ماذا فعل محمد؟ ماذا فعل؟ أخ كريم وابن أخ كريم عفى عن أهل مكة. ماذا تعنين؟ لم يسلب؟ لم ينهب؟ لا، البتة. لم يقتل أحد؟ لم يعذب أحد؟ ما عدا 8 رجال و4 نساء لن يقبل إسلامهم، بل سيقتلون. يقتلون؟ ومن هم؟ أنت على رأسهم. يا لرب الكعبة، أنا سوف أقتل. لهذا جهزت لك الناقة. سوف أكون في الحبشة بعد أيام وتلحقين بي. سأفعل. هيا هيا. أهربك النساء حتى تتمكن من الخروج من مكة. هيا، سوف انتظرك. هيا
أخي خالد، وأنت ذو المكانة عند محمد وسيف الله المسلول، هلا شفعت لصفوان لديه؟ أشفع له لماذا؟ الرجل خائف وقد فعل ما فعله بمحمد، ويخشى أن ينتقم منه المسلمون. المسلمون لا ينتقمون، وقريش كلها في أمان. ومع ذلك الرجل خائف وقد أرسلني إليك. لا حاجة به إلي. ليفعل ما يفعله كل الناس ليأمن، ينطق بالشهادتين، أما هذه فلا. لما لا؟ أهو خير منا جميعا وقد أسلمنا؟ هو يقول الموت ولا الإسلام. إذن سيموت وربي.